في الشباب المصري بلا حدود، حيث أعطيتهم الرقم الأهم في قائمة أولويات الدولة، ورعيت احتياجاتهم على كافة المستويات. وكان انطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب في نهاية عام الشباب 2016 بمثابة نقطة تحول في شكل علاقة الدولة بشبابها، حيث أصبح التواصل مباشراً والحوار بناءً والنتائج عظيمة. فقد حققت هذه المؤتمرات عدة مخرجات وتوصيات تم تنفيذها بكل إصرار وإرادة، ولعل من أبرزها هو الإفراج عن مجموعات من الشباب المحبوسين والصادر بحقهم أحكام النهائية، وكذلك إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وإنشاء الهيئة العليا لتنمية الصعيد. أنا هقف قدام الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب. في أكاديمية زي كده تم إنشائها في فرنسا سنة 45، وأنا بتكلم عليها لأن هي كانت ساعتها الرئيس ديجول قال إن إحنا في فرنسا، ده بيتكلموا عن فرنسا الدولة العظيمة وقتها برضو، قالوا إن هم محتاجين يبقى عندهم معهد يؤهل ويعد شباب وكوادر قيادة الدولة الفرنسية للمستقبل، وعملوا هذه الأكاديمية سنة 45. والنهاردة ما فيش مسؤول في فرنسا من أول رئيس الجمهورية فما دون إلا لازم يكون خريج هذه الأكاديمية. أنا عايز أقول لكم إحنا ممكن نقتبس من الآخرين ونعمل حاجة، بس إحنا عايزين لما نعملها نديها الجدارة ونديها الجدية وتفضل تقوم بدور حقيقي. وعشان كده يمكن أنا كنت بتكلم مع الدكتورة هالة وزيرة التخطيط وبقول لها لابد يكون في إصرار حقيقي مننا على أن الدور اللي تقوم به الأكاديمية في تأهيل الشباب والكوادر اللي هيتولي الدولة المصرية يكون دور قوي جدا، مسؤول جدا، قاسي جدا. قاسي جدا يعني قد ايه؟ يعني احنا هنعمل اختبارات قاسيه جدا عشان ننتقي افضل العناصر اللي موجوده في مصر، واحنا بنختبرها وبنعدها هنبقى برضو قاسيين جدا في هذا الامر. ليه؟ عشان اللي يجي يقف مكاننا بعدينا ومعانا يبقى مسؤول وقادر على قيادة الدولة وحمايتها والرقي بها، ما يجيش يتعلم فيها، ما يجيش يتعلم فيها. كما عملت الدولة على توفير متنفس للشباب.